رابط نتائج ملاحق الدبلومات الفنية الدور الثاني عبر بوابة التعليم الفني نتيجة الدبلومات الفنية صناعي تجاري الدور الثاني برقم الجلوس. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا في فيديو جديد في قناتكم قناة ترند، قناة الأخبار العاجلة والمنوعات. ولو الفيديو عجبكم يا ريت تدعمونا بلايك وشير وتفعلوا جرس التنبيهات، واللي بيشوفنا لأول مرة يا ريت تشترك في القناة حتى يصلكم منا كل جديد. نتيجة الدبلومات الفنية للدور الثاني أعلنت الجهات المعنية بالنتيجة عن ظهورها خلال أيام قليلة، مع العلم أن جميع الطلاب يمكن أن يقومن بمتابعتها عن طريق الرابط اللي قامت الوزارة بتحميله لتمكن الطلاب من معرفة النتيجة فور ظهورها دون الحاجة للذهاب للمدرسة للإطلاع عليها. عشان كده خصصت الوزارة موقع للتعليم الفني مخصص للنتائج والتنسيقات المختلفة. تنسيق الدبلومات الفنية. يذكر أن وزارة التعليم العالي قد أوضحت النسبة الخالية لديها لطلاب التعليم الفني واللي بتتركها كل عام لحين الانتهاء من الامتحانات وبدء التنسيق، وحتى يتمكن طلبة المعادلة من الفرصة في تلك الأماكن فهي بمثابة نسبة معينة لهم وللطلاب الناجحين ولطلاب الملاحق، وتلك النسبة ما بتتخطاش 10% سنوياً، ويمكن لجميع الطلاب التنسيق، وفي حالة فوات التنسيق الحكومي يمكنهم الالتحاق بالتنسيق للمعاهد والجامعات الخاصة، فهناك نسبة للطلاب بداخلها. طريقة الاستعلام عن نتيجة الدبلومات المختلفة للملاحق. يجب الدخول على الموقع الإلكتروني من خلال الرابط أنا سيبلكم إن شاء الله تحت الفيديو لمعرفة النتيجة. بعد كده بيحدد الطالب نتيجة الدبلوم الفني. بعد كده بيقوم الطالب بكتابة الاسم ورقم الجلوس والقسم الخاص بالطلاب. هتظهر بعد كده النتائج الخاصة بالطالب. يمكن الاطلاع على نتيجة الدبلومات الفنية من خلال فتح رابط التعليم الفني ووضع جميع البيانات اللي بتتعلق بالطالب داخل الصفحة اللي هتظهر مع فتح الرابط، حيث تحتوي على مكان فارغ للبيف الطالب عشان يحط الطالب اسمه، ومكان اخر عشان يحط فيه رقم الجلوس الخاص بيه. بعد كده بيضغط الطالب بيضغط على موافق، ويليها اظهار النتائج، وسوف تظهر النتيجة امامه. بالتوفيق لجميع الطلاب من كل المدارس الفنية المختلفة. وفي النهاية يا ريت ما تبخلوش علينا بلايك وشير وتفعلوا جرس التنبيهات، واللي بيشوفنا لأول مرة اشترك في القناة حتى يصلكم منا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.